بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد، الأئمة والمهدين، وسلم تسليما. جاء في كتاب الجواب عبر الأثير للإمام أحمد الحسن عليه السلام، الجزء الخامس، الصفحة 17، السؤال 600 بعد 400: هل يصح أن نقول أن الله عز وجل في كل مكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد، الأئمة والمهدين، وسلم تسليما. يصح أن نقول أن الله في كل مكان، ولكن ليس بمعنى أن المكان يحتويه سبحانه وتعالى، بل بمعنى أن المكان قائم وموجود به سبحانه وتعالى، فهو سبحانه من خلق وأوجد المكان، ولا زال سبحانه يمد المكان بالوجود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.